بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أستاذ عادل أوناصر، رئيس جماعة سيدي علاء المصدر في إقليم الخميسات، محامي به أرض الرباط. شنو هو تحليلك للنقطة اللي جات في خطاب الملك السامي؟ شكرا. بالنسبة للخطاب الملكي السامي ديال افتتاح السنة التشريعية الأخيرة، فهو يعني كان خطاب شامل وواضح، وكان خطاب قوي اللي من خلاله أن سيدنا الله ينصره جاب واحد المجموعة من النقاط ومن يعني الأمور اللي هي اللي غتكون إيجابية إن شاء الله. كما كنعرفوا أن يعني صفة صاحب الجلالة نصره الله يعني وضح في الخطاب ديالو الظرفية اللي يعني اللي كتعيشها بلادنا، اللي كتميز بواحد الصعوبة نتيجة انتشار جائحة ديال كورونا. كذلك يعني الخطاب ديال سيدنا الله ينصرو كان خطاب حث فيه السادة النواب البرلمانيين على المزيد من الجد ومزيد من العمل باش يقدموا يعني واحد الحصيلة اللي تكون إيجابية في خلال يعني باعتبار هاد الولايات التشريعية هي آخر ولاية ديالهم، كما جاء على الخطاب ديال سيدنا الله ينصرو. وبالتالي فهم مدعوين المزيد من العمل ومزيد من العطاء. وفي هذا الإطار فيعني سيدنا الله ينصرو قدم واحد المجموعة ديال المشاريع المستقبلية إن شاء الله اللي جات في الخطاب ديالو، كالصندوق محمد السادس للاستثمار اللي غادي يكون إن شاء الله كما قال سيدنا إن شاء الله غادي يكون واحد الاستغلال إيجابي لهذه الظرفية الصعبة ديال كورونا. غادي يكون واحد الاستغلال إيجابي، وغادي يمكن واحد صندوق اللي غادي يترتب عليه واحد الإقلاع اقتصادي، وبالتالي غادي يتم استغلال يعني هذه الظرفية اللي هي سلبية غادي يتم استغلالها في واحد الجانب اللي هو إيجابي اللي غتمكن المغرب من الإقلاع يعني الاقتصادي إن شاء الله. كذلك جاء في الخطاب ديال سيدنا نقطة ثانية اللي هي نقطة اجتماعية، اللي يعني جميع المواطنين كيتسناو يعني بحال هاد المبادرات للتغطية يعني الاجتماعية اللي غادي تكون تغطية اجتماعية شاملة، وسيدنا الله ينصر يعني قدم المحاور ديالها ويعني لي بيرسون توشي في هاد التغطية، التلاميذ، العائلات ديال التلاميذ، واحد العدد ديال الملايين ديال التلاميذ والعائلات ديالهم. كذلك الجميع انه غادي يستافد من واحد التغطية صحية، كذلك غتكون واحد استفادة من يعني من فقدان الشغل. هذا كذلك يعني جابته الظرف ديال جائحة كورونا، ان في هاد الصندوق ديال التغطية الاجتماعية غادي يكون الناس انهم اللي فقدوا الشغل ديالهم، هذا غادي يكون عندهم واحد التعويض على هاد الجانب ديال فقدان الشغل. بالإضافة لمجموعة من النقاط اللي شرلها سيدنا اللي كانت في الخطابات السابقة، وكذلك من بين النقاط المهمة اللي جات كذلك في الخطاب الملكي هو تأكيد صاحب الجلالة نصره الله ويعني عزمه على نموذج تنموي جديد إن شاء الله في الأفق المستقبلي، اللي غادي يعني يمكن المغاربة من أنهم يعني يعيشوا في واحد الظروف اللي هي أحسن وأقوى. كذلك من بين النقط اللي جات في الخطاب ديال سيدنا اللي هي نقط مهمة، هو دعم الصمود الفلاحي ودعم وضرورة تسريع وتيرة المشاريع والإنجازات الفلاحية وإتمامها. فهذه النقطة كذلك تعتبر مهمة، لأن احنا كنشوفوا يعني في الظروف ديال الجائحة أن الجانب الفلاحي كان جانب متميز، وتم يعني توفير التغطية يعني
بالمنتوجات في جميع أنحاء المغرب، المنتوجات ديال المعيشية. كذلك تم دعم الفلاحة كذلك في هذا الإطار بالأعلاف ديال الشعير على جوج مراحل، وكذلك غادي يتم دعمهم يعني فيما يتعلق بالأعلاف ديال الأبقار والغنم، يعني العلف المضروب. فهذه كذلك فهي من النقاط الإيجابية لسيدنا الله ينصره أنه يعني أكد على ضرورة الدعم ديال الصمود الفلاحي في هذا الإطار. سي هادي القناصر، بصفتك رئيس جماعة سيدي علال لمس الدار ومحامي بهيئة الرباط، شنو هي التدابير الاحترازية اللي كنتو كتشتغلوا بها؟ التدابير الاحترازية اللي اشتغلنا فيها يعني في الجماعة ديالنا على غرار يعني باقي الجماعات في المغرب، اللي هي تدابير كتستمد من توجيهات ديال السلطات الإقليمية، اللي كتبنى كذلك على التوجيهات ديال السلطات المركزية وعلى اللجنة ديال على اللجنة يعني ديال التدبير والوضعية ديال جائحة كورونا، اللجنة اللي حدها صاحب الجلالة نصر الله. فيعني في الجماعة ديالنا خدينا واحد المجموعة من الإجراءات كتمثل يعني في التباعد، ضرورة التباعد في المكاتب كما في المكاتب ديال الموظفين، طبعا على اعتبار يعني التباعد، التناوب ما بين الموظفين، كذلك يعني التعقيم يعني بشكل مستمر، احد المعقمات، استقبال المرتفقين للجماعة بقياس الحرارة ديالهم وتسجيلهم بالبطائق ديالهم يعني واحد المجموعة، وكذلك اعتماد واحد المجموعة في إطار كذلك يعني نسيق مع السلطات الإقليمية وتحت إشراف يعني السلطات الإقليمية والمحلية، يعني تم إحداث الآليات والاشتغال عليها كذلك ديال التواصل عن بعد، فيما يتعلق مجموعة من الوثائق كالوثائق ديال الحالة المدنية والوثائق ديال الوثائق التقنية، وجميع المكاتب يعني أصبح فيها إمكانية التواصل عن بعد. كذلك نقوم بواحد المجموعة من الإجراءات الاحترازية بالتنسيق مع السلطات المحلية وتحت إشراف ديالها، خاصة بالنسبة يعني للمرافق الإدارية اللي تابعة للجماعة كالمؤسسات التعليمية وغيرها، فيما يتعلق بالتعقيم، فيما يتعلق بمجموعة من الأمور في النقل المدرسي، في هذه الأمور كلها كندخلوا كنديروا التعقيم يعني بطبيعة الحال تحت إشراف السلطات المحلية في هذا الإطار. من بعد الحجر الصحي والتخفيف ديالو، كيف ولات وتيرة العمل؟ من بعد رفع الحجر الصحي والتخفيف ديالو رجعت وتيرة العمل للطبيعة ديالها العادية، وبطبيعة الحال مع الموازنة باتخاذ الاحتياطات والتدابير الاحترازية المتعلقة بضرورة ارتداء الكمامة في الإدارة، وكذلك ضرورة جميع المرتفقين اللي كيلتحقوا بالجماعة ضرورة أنهم كيكونوا يعني مرتدين الكمامات ديالهم، وكذلك التعقيم في الباب ديال الجماعة وفي مختلف المرافق الإدارية. يعني استمرينا في العمل، رجعنا للحياة يعني العادية، وفي نفس الوقت يعني بمجموعة من التدابير الاحترازية، كذلك يعني هذا كله كيكون بتنسيق وتحت إشراف السلطات المحلية بطبيعة الحال. ما هي المشاريع الكبرى اللي حققتوها في ولايتكم؟ الولاية ديالنا عندي في الحقيقة الآن تقريبا ما يزيد 10 سنوات في تسيير الجماعة ديال سيدي علاء مصدر بإقليم الخميسات، الولاية ديالي السابقة، واللي تم تجديد الثقة فيها من طرف الساكنة وكذلك يعني الولاية الثانية. فالحمد لله استطعنا أننا نقدموا واحد الحصيلة وواحد المجموعة من المشاريع في مجموعة من المجالات في البنية التحتية المتعلقة بالطرقات، يعني كانت عندنا واحد مجموعة من الطرقات بكلفة مالية كتجاوز تقريبا 5 مليار، كذلك كتدوز على جميع الدوائر تقريبا، كذلك كان عندنا يعني التغطية ديال تقريبا تغطية كاملة بالكهرباء وتغطية كاملة بالماء، ومع إحداث يعني السقايات العمومية وغيرها بالنسبة لبعض الناس اللي ما عندهمش إمكانية أنهم
يدخلوا الماء، درنا سقيات عموميه، درنا واحد المجموعه من الامور كتعلق يعني بتوفير جميع المستلزمات لأساسية للسكان فيما يتعلق بالماء بالكهرباء وكذلك في الصحه. بذلنا مجهودات كبيره في هذا الاطار، كذلك انه لا عندنا مستوصف يعني مستوصف لائق باستقبال المرتفقين ديال الجامعه، ولات فيها كوادر طبيه ما يتعلق يعني في المجال الرياضي، كذلك درنا مركب سوسيو رياضي للقرب اللي فيه قاعه متعدده الرياضات وفيه يعني ملعب للقرب للمجولات مختلف الانشطه الرياضيه، كره القدم المصغره، كره السله، كره المضرب. كذلك يعني في المجال ديال التعليم استطعنا الحمد لله باش نحققوا واحد القفزه نوعيه، اننا يعني درنا الاعداديه والاعداديه الثانويه ديال سيدي علاء المصدر اللي يعني في بدا يعني فيها التعليم ديال الاعدادي 3 سنوات، الان مع الداخليه ديال يعني اللي كتوفر المبيت والاكل للتلاميذ اللي كيقراو فيها. كذلك استطعنا ان في هذه السنه كذلك نحدثوا الحمد لله واحد النواه الثانويه اللي غتمكن ان التلاميذ يعني يبقاو في الجامعه ويكملوا الدراسه ديالهم في الجامعه الى لغايه البكالوريا ان شاء الله، مع كذلك استفادتهم من الداخليه وكذلك استفاده من النقل المدرسي. عندنا ثلاثه ديال الخطوط ديال النقل المدرسي اللي كتربط الجامعه واللي كتدبروا كتسيروا الجمعيه تدبير تسير مركب سوسيو رياضي الحمد لله يعني بواحد الطريقه ايجابيه لحد الان، ويعني الناس مرتاحين في هذا الجانب يعني كذلك اللي درنا المجهود اللي درنا في التعليم. كذلك يعني كاين واحد المجموعه من المشاريع في اطار الانطلاقه ديالها كالمدرسه الجماعاتيه اللي غتمكن يعني التلاميذ كذلك اللي غادي يلتحقوا من البدايه ديالهم يعني يلتحقوا ويستقروا ويسكنوا في المدرسه الجماعاتيه ويستفدوا من جميع المزايا ديالها يعني التعليم في المدرسه الجماعاتيه، المرافق الرياضيه، الداخليه، مجموعه من الامور اللي هي يعني مرتبطه. كذلك في الجانب الاداري استطعنا الحمد لله اننا نقدموا حاصله ايجابيه للجامعه ديالنا اللي تعتبرت يعني كجامعه نموذج في الاقليم اللي تم فيها اعتماد البرنامج المعلوماتي ديال الحاله المدنيه، وبالتالي يعني دعمنا في هذا الاطار يعني اننا بعد ما استطعنا انفورماتيزيو الجامعه ديالنا كلها، ولات يعني انفورماتيزي جميع المكتب الحاله المدنيه، المكتب التقني، المكتب ديال الكتابه العامه، جميع المكاتب تصحيح الامضاء كلها ولات يعني مكاتب انفورماتيزي. استطعنا اننا نحصلوا على الدعم ديال الداخليه باش تكون الجامعه ديالنا كنموذج فيما يتعلق يعني بالحاله المدنيه، كذلك بالاعلاميات ديال الحاله المدنيه. هذا فيما يتعلق يعني في الجانب ديال الاداره اللي استطعنا اننا نحقوا فيه. كذلك نجزنا واحد الدراسه تقنيه ديال الواد الحرب للجامعه اللي تمولت لنا من وزاره الداخليه مشكوره. هاد الدراسه التقنيه ديال الواد الحار اللي تمكنا من خلالها اننا نديروا اتفاقيه مع وزاره الداخليه، ولان يعني حصلنا على الموافقه ديال وزاره الداخليه من اجل انها يعني ترصد لنا المبالغ من اجل انجاز الواد الحار في الجامعه. هاد يعني المشروع ديال الواد الحار اللي غادي يمكننا اننا نطلقوا ان شاء الله التجزئات اللي كاينه المتواجده في الجامعه، كذلك واحد المجموعه من المشاريع. كذلك استطعنا اننا نقوموا بتجديد ديال الاناره العموميه ديال الجامعه، حيث ولات عندنا واحد الاناره ايجابيه في يعني في المقر الرئيسي ديال الجامعه وفي الشارع الرئيسي ديال الجامعه. وكذلك استطعنا اننا نديروا واحد العمليه ديال الشجير اللي ولات ان الجامعه عندنا واحد الجامعه اللي هي خضراء
بالمجهودات اللي درنا ديال التشجير ديال الجامعة، كذلك سنا بعض المساحات المتنفس يعني خضراء، وواحد مجموعة من المشاريع الحمد لله اللي قد استطعنا أننا نخرجوها للحي مع اللجنة ديال اللي كتشتغل ديال النموذج التنموي، وكذلك مع هاد الظروف اللي كنمروا بها الآن واللي مرت سابقا ديال وباء كورونا. فهذه يعني جميع كلها غادي تستفد منها كذلك الجامعات في التسيير وفي تغيير نمط التسيير وفي كذلك في تسريع وتيرة التسيير. بصفتك كرجل قانون ومحامي، تحدث لنا على هذه التجربة. بالنسبة لي أنا كرجل قانون ومحامي، فأني التجربة ديال تسيير الجماعة، فهي في الحقيقة أن نقدر نقول أن المحاماة والقانون أننا ساعدوني في تسيير الجماعة، على اعتبار أن يعني التسيير ديال المكتب ديال المحامي كيكون التسيير ديال الجماعة هو واحد التسيير اللي هو أشمل ديال التسيير ديال المكتب ديال المحامي. وبالتالي ف يعني كما الا بغينا نقولوا ان يعني كتنتقل من محامي ديال المكتب ديالك، محامي خاص، الى واحد المحامي ديال واحد الشأن اللي هو عام كيتعلق بجماعة كاملة. وكذلك يعني كيكون الالمام بالقوانين وكيف الاشتغال على تنزيل هذه القوانين وتطبيقها، كتكون واحد الطريقه اللي هي سهله ومرنه اللي كتمكن يعني اننا نحاولوا نجودوا العمل ديالنا فيما يتعلق بالجامعات وهذا. وكذلك يعني كيكون واحد المجموعه من القوانين ديال الجامعات، واحد المجموعه ديال التسيير، لا فيما يتعلق بالجانب المالي ديال الجامعات، لا فيما يتعلق بالجانب التقني في المجال التقني، لا فيما يتعلق بالجانب يعني الحالة المدنية، لا فيما يتعلق بالجانب الإدارة العامة. فكتكون واحد الأمور اللي هي كيستافد الإنسان عاوتاني منها في مجال المحاماة كذلك. وبالتالي فيعني هي كتكون مسألة إيجابية. واش ممكن تعطينا الرأي ديالك في السياسة تسير الجماعة على الصعيد الوطني؟ بالنسبة لسياسة تسير الجماعة، فالجماعه يعني الجماعات الترابيه في القانون الجديد يعني كتعتبر جماعات ترابيه، يعني كلها الجماعات المجالس الاقليميه الجهات كلها كتعتبر يعني في القانون الجديد انها جماعات ترابيه. و يعني الجماعات كلها يعني الجماعات المحليه اللي هي كذلك يعني جماعات ترابيه، فكتخضع لتدبير وتسيير يعني ديالها الليرارشي ديال وزارة الداخلية. وبالتالي ف يعني واحد المجموعة من الأمور استطاعت الجامعات أنها تمشي فيها مزيان فيما يتعلق يعني بالقوانين والتسيير، يعني تبدلت بعض المخططات، تنجزت المخطط بعد ما كان مخطط استراتيجي الآن ولا مخطط التنمية اللي يعني كديروا الجامعة من بعد يعني الانتخاب ديال المجلس ديالها. وهاد المخطط ديال التنمية اللي كيكون يعني على مدى 6 سنوات قابل يعني للتحيين في 3 سنوات، هو يعني كما جاء في القانون ديال الجامعة الترابية أنه هاد المخطط كيكون بشراكة مع المجتمع المدني ومع يعني الهيئة المساواة وتكافؤ الفرص اللي نص عليها هذا القانون أنها تأسس. وبالتالي فكنشوفوا أن التسيير ديال الجماعات غادي في تطور مهم، ما بقاش يعني مقتصر فقط على المنتخبين، وإنما تم الانفتاح على المجتمع المدني من أجل كذلك المساهمة في التسيير ديال هاد الجماعات. وهذه يعني بادرة إيجابية سميتو يعني كيتم الاستفادة من التجارب السابقة، وكتطلق يعني تجارب جديدة. وضروري أنه إن شاء الله يعني مع خاصة أننا في نهاية السنة في نهاية الولاية
يعني في اخر الولايه، فضروري ان يعني القوانين الجديده الان راه كنشوفوا كتناقش، ضروري غادي تكون فيها يعني كذلك يعني مقترحات جديده اللي غادي تساهم في التسيير وفي التفعيل خاصه مع الجوبيه. كلمه اخيره، كنشكر الاذاعه ديال الاصوات والمجله ديال الاصوات كذلك على هذه الاستضافه، وكنشكركم يعني انتم كمجتمع ديال الاعلام على المواكبه ديالكم يعني الاشتغال ديالكم على انكم تواكبونا في مجال التسيير وفي مجال، لان بهذا العمل اللي هو جماعي ديال الاعلام وديال المنتخبين وديال الاداريين وهذا، كنستطيعوا اننا ان شاء الله نحققوا واحد النميه اللي هي منشوده، وكنستطيعوا اننا يعني نتقدموا الى الامام. وكذلك يعني مازال عندنا واحد المجموعه من المشاريع ان شاء الله اللي هي يعني في المستقبل في الجماعه ديالنا، خاصه فيما يتعلق باحداث التجزئه السكنيه. هذا يعني مشروع كنشتغلوا عليه من بعد ما نتمكنوا من اننا ندوزوا للواد الحار. كذلك يعني كاين برنامج جديد ديال اللي هو الان برنامج انطلاقه اللي يعني كان اللي دوزوا المجلس الوزاري الاخير اللي كان تراسه جلاله الملك. فهذا البرنامج غادي يمكن ان يعني يمكن من تشغيل ديال الشباب والعاطلين وغيره. كذلك حنا بالنسبه للجماعه ديالنا غادي نحاولوا ان يعني الشباب ديالنا ديال الجماعه وهذا نواكبهم ونتعاونوا معهم باش يستافدوا من هذا المشروع الجديد ديال وزاره الداخليه. كذلك مشاريع اخرى، كاين اعاده بناء ديال المستوصف الصحي اللي هو ان شاء الله غادي يبدا في القريب العاجل بعد ما يعني انجزت الصفقات ديالو ويعني كل جميع الامور ترتيبات تخات. كذلك المشاريع المتعلقه بالتعليم، كما شرحت لكم من المدرسه الجامعاتيه ان شاء الله فهي غادي تبدا في البناء. كاين واحد المجموعه من المشاريع اللي حنا كنطمحوا كذلك استكمال البنيه الطرقيه باش يعني في الجامعه ديالنا، ومجموعه من المشاريع اللي حنا ان شاء الله بصدد يعني الترافع عليها وبصدد اخراجها لحيز الوجود. كاين مشروع ديال كذلك ان شاء الله اللي غتعطى الصفقه ديالو في القريب العاجل، حنا غنعملوا الصفقه ديال تهيئه السوق الاسبوعي باش نمكنوا يعني الباعه لا في السوق الاسبوعي لا الباعه المتواجدين بالجماعه على طول الاسبوع، انهم يكون عندهم واحد الفضاء ديال التجاره والفضاء فين يمارسوا الانشطه ديالهم التجاريه، يعني في واحد الظروف اللي هي ملائمه على شكل واحد المارشي اللي غادي يكون مصغر ان شاء الله، وغادي يكون يعني واحد المتنفس قريب من المدينه ديال الخميسات باش ان الناس يعني اللي يعني ممكن يهبطوا لهذا المارشي يعني في رجعوا الخميسات، ممكن ان يعني يكون واحد الاستماره واحد السوق اللي هو مستمر تما في الجماعه ديالنا، كنطلبوا باش يكون واحد السوق اللي هو غادي يولي سوق ان شاء الله معروف في بعض الاسواق اللي كاينه في المغرب نموذجيه في مناطق يعني مختلفه في المغرب. وكذلك يعني ما ننساش انني نشكر جميع المتدخلين والمتعاونين معنا، لان حنا بوحدنا راه ما يمكنش نديرو والو بطبيعه الحال لما كانش يعني المساعده ديال السلطات الاقليميه وديال الوزاره الداخليه اللي كتساعدنا يعني بواحد المجموعه من المشاريع اللي حنا يعني كنلقاو يعني صدر الرحم باش كيستقبلونا وكيساعدونا بمجموعه من المشاريع. وكذلك جميع المتدخلين في الوزارات الاخرى وعلى راسهم سيدنا الله ينصرهم ويتمنوا له الصحه وطول العمر. شكرا.